في أقصى شمال شرق الولايات المتحدة تمتد كيب كود على ساحل ولاية ماساتشوستس، تتخللها العديد من البلدات الساحلية، والصيف هو وقت الذروة لتجمع كل من السياح والقروش. إنه موسم هجرة القروش البيضاء الكبيرة إلى هذه المنطقة لاصطياد الأعداد المتزايدة من الفقمات المتجمعة على الشواطئ والبلدات المجاورة. ومع وقوع 5 هجمات خلال العقد الفائت ووفاة إحدى الضحايا، أصبح من الضروري معرفة الوقت الآمن للسباحة. هناك القروش البيضاء القادمة بأعداد كبيرة، وهناك أعداد الفقمات المرتفع بعد خسائر في صفوفها، لكن المشكلة هي تداخل النشاط البشري مع نشاط تلك الحيوانات. بصفتي أباً، لا أريد رؤية ابنتي والمياه تغمرها تقريباً، لأن هناك احتمالاً كبيراً بوجود قرش أبيض حيث تسبح تماماً. لتقليص احتمال وقوع الهجمات، يسعى العالمان غريغ سكومال وميغان وينتون عبر عملهما مع منظمة حماية القرش الأبيض الأطلسي إلى زيادة التنبؤ بسلوك القروش. نريد أن ننصح مسؤولي السلامة العامة ورواد الشواطئ وعامة السكان بتجنب المواقع الأكثر احتمالاً لوجود هذه الكائنات، إضافة إلى الزمان والمكان الذي يحتمل أن توجد فيه لصيد الفقمات. لتقدير احتمال وجود قرش ما، يركبان أجهزة تعقب ويصوران القروش البيضاء في كل أرجاء كيب كود. نحاول منذ عام 2014 معرفة عدد القروش البيضاء التي تهاجر إلى هنا سنوياً. إن استطاعوا تقدير العدد الكلي للقروش البيضاء الكبيرة في كيب كود، فسيكون ذلك سبقاً علمياً. كل مرة نبحر فيها في المياه نرى قروشاً جديدة. كما يسعى غريغ وميغان إلى معرفة كيفية استغلال القروش للتضاريس الأرضية المحيطية المميزة في اصطياد الفقمات، وبالأخص اللحظات الحاسمة ما قبل الهجوم. لكن أولاً عليهما إيجاد قرش. على يمينك يا جون. حسن، رصدناه يا وين. يتعقبها الطيارون بسهولة. حسن، هناك واحد إلى اليمين. تغطي الرمال البيضاء قاع المحيط لتشكل خلفية مغايرة لظهر القرش الرمادي الداكن. إنه في الأسفل الآن. يوجه وين سفينة البحث نحو القرش المرصود. نحو 200 متر. نتسلل عادة لننال منها. هناك تماماً. ثم نصورها تحت الماء بكاميرا من طراز جو برو. انظر إلى هذا القرش، انظر، يحاول تفحص ما نفعله. إن بقي بعمق مناسب فسيركب عليه جهاز تعقب. هيا يا عزيزي. هذا رائع، كان ذلك مثالياً. كل مرة نفعل هذا لحيوان نجمع مختلف البيانات الهامة، أين رأيناه ودرجة حرارة الماء عندها والعمق الذي سبح عنده وكم حجمه، ونفعل هذا عدة مرات خلال اليوم. يصورون قروشاً من مختلف الأشكال والأحجام والسلوكيات. اقترب نحو الكاميرا كثيراً. إنه غاضب. عادة ما تكون هذه الصغار مشاكسة. ها هو يعود إلى القارب لنرى ماذا سيفعل. لديه كثير من الخدوش بسبب محاولات الصيد. القروش اليافعة كهذه لا تكون متمرسة بالصيد. قد لا تكون متمرسة، لكنها تطور خبراتها. الفقمات حيوانات كبيرة، إنها مفترسات متمكنة، لديها مخالب وأسنان كبيرة، لذا إن لم تتمكن القروش من القضاء عليها بضربة واحدة فالفقمة ستقاوم وستخدش وجه القرش بشدة وعنف. ندعو الإصابة الناتجة بطفح الفقمات، وتكون ظاهرة عند بعض القروش وخاصة الصغيرة التي لم تكتسب بعد مهارة الاصطياد بكفاءة، لذا قد نرى أنماطاً شديدة ومتنوعة من خدوش الفقمات. سيساعد كل جهاز تعقب على فهرسة وتعقب القروش. تمكنت منه، لم يكن تنفيذاً سيئاً. انظري إلى هذا. إنه خلفنا مباشرة. أعجباً، يا للهول. اصطدم بنا. يبدو أننا لم نعجبه كثيراً.
أتعلم؟ شعرت أنه من النوع الذي يهاجم القوارب. ظننت أنه سيسبح بعيداً قبالة الشاطئ لأنه زاد سرعة سباحته، لكنه التف حولنا وصدم القارب.